غادر الخميني إلى باريس، لكن طهران كانت مشتعلة. تضاعف الغضب على شاه إيران، وبدأت الثورة الإيرانية تتضخم ككرة الثلج التي لم يستطع شاه إيران إيقافها. سقط شاه إيران، ووصل الخميني بطائرته الفرنسية من باريس في مشهد تاريخي. خبر هذه الثورة انتشر في العالم العربي، إنها أول ثورة إسلامية تتمكن من النجاح. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. صعدت الدماء لعقول التيارات الإسلامية في العالم العربي بسبب النشوة الكبيرة التي ضخته هذه الثورة. فكيف تلقت النجف والعراق ما جرى في إيران؟ عاد الخميني إلى إيران بمشهد مختلف تماماً. اشرح لي تأثير هذه الحادثة على النجف، على مجتمع النجف أنذاك. طبعاً هنا ثورة إيرانية ضد شاه إيران، الشاه في ذلك الوقت شيطنه الإعلام، رغم أنه إحنا بالعراق تحديداً يعني كان أكو صلح ما بين شاه إيران والعراق، واتفاقية الجزائر بدأت بالتنفيذ، وصار زيارات متبادلة. جاءنا رئيس وزراء إيران الأمير عباس هويدة جزائر العراق في 78، فرح ديبة زوجة شاه إيران الإمبراطورة جاءت وزارة العراق. في المقابل العراق أيضا زيارات متبادلة إلى إيران. على رغم هذه الأجواء، لكن الإعلام العربي والعراقي كان قد شيطن شاه إيران وجعل منه شرطي الخليج ويبتز دول الخليج ويؤذي العراق بسياساته إلى آخره من هذا الكلام. فطبعا كانت هناك فرحة لدى يعني الكثير من بيوتات العراقيين. لقد وقفنا منذ البداية موقفا إيجابيا ومتوازنا من الأحداث في إيران، وباركنا للشعوب الإيرانية مطامحها نحو الحرية، وأكدنا بمواقف معلنة ومن خلال الاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين الجدد، لأن العراق يحرص على إقامة علاقات تعاون وحسن جوار مع إيران. السلطة هنا خافت، يعني حكم البعث هنا خاف، لأن أكو ثورة إسلامية، وهي الثورة الإسلامية هي الشيعية بالدرجة الأساس، والعراق فيه نسبة كبيرة من الشيعة، فمن الممكن أن يتحرك الشيعة في العراق ويسقط النظام مثلا. احتمالات صدام، هو هذا بناء على هذا الاحتمال لاحقا صارت الحرب العراقية الإيرانية. فهكذا كانت ردود الأفعال. وطبعا النجف منهم من أيد، وأول المؤيدين كان اللي هو مؤسس ورئيس حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر، ومنهم من لم يؤيد اللي مثل السيد الخوئي، لأنه السيد الخوئي أراد أن يحافظ على المرجعية ولا يتدخل بالشأن السياسي، وهو يعرف السيد الخميني تماما، ولذا لم تتدخل مرجعية النجف في الثورة الإيرانية باستثناء السيد محمد باقر الصدر. اشرح لي شلون لم يؤيد، فسر الجملة هذه عدم تأييده. تأييد يعني مثلا يبارك وأنه هاي ثورة وترفع راية الإسلام، يعني يرسل برقية، يرسل شيء تأييد، يقف معه. على العكس انتقد؟ لا، ولم ينتقد، لم يؤيد ولم ينتقد، يعني موقف على الحياد.